هذا وقد تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان الخليفة الرئيس الفخري لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. رفع فيها إلى المقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أسمائيات التهاني وأصدق التبريكات بهذه المناسبة الوطنية، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والعافية وطول العمر، وأن يحقق الله تعالى على يدي جلالته المزيد من الرقي والازدهار لمملكة البحرين وشعبها الوفي.